يعطيكم العافية شباب، اجتنا شكوى ضدكم عم تعملوا ازعاج هون بالحي. هويتك من المعروف؟ ايه تفضل. فتش لي اياهم. شو ممنوعات يا شباب؟ عم تتعاطوا يا شباب؟ ما نراه بعدسة كاميرا اليوم هو جزء من دورة تدريبية على مفهوم الشرطة المجتمعية، خضع لها 39 عنصراً لصالح فصيلة الأشرفي في وحدة شرطة بيروت، تطبيقاً لشعار معاً نحو مجتمع أكثر أماناً. الفصيلة النموذجية بفصيلة الأشرفية هيدا تاني مشروع شرطة مجتمعية بيتطبق ضمن شرطة بيروت. أول مشروع كان بفصيلة راس بيروت، ونحن عم نطبق مبدأ الشرطة المجتمعية بهدف تعزيز الثقة بيننا وبين المواطنين، كون الإحصاءات السابقة أظهرت أنه ثقة المواطن متدنية. تعزيز الشراكة مع المجتمع اللبناني هو الهدف من هذه التدريبات التي ارتكزت على سيناريوهات عملنية لكيفية تعاطي العنصر الأمني مع المواطنين في الشارع في حالات متعددة كالسرقة، تعاطي المخدرات، الإشكالات الزوجية وحالات أخرى. وطي صوتك. دوري على الشارع، التقيت باثنين عم تشارعوا على الطريق، مدالية من معروف. التقنيات اللي أخذناها بتخلينا نعرف نتواصل مع المواطن تيعرف إنه نحن عم نطبق القانون تنحميه، عم نطبق القانون تكرمال هو يكون عايش مرتاح، وبذات الوقت كمان نقمع الجريمة. الشرطة المجتمعية مشروع ممول من الولايات المتحدة الأمريكية التي قامت منذ العام 2008 في تقديم أكثر من 150 مليون دولار أمريكي من أجل تدريب وتجهيز قوى الأمن الداخلي من خلال مكتب وزارة الخارجية لإنفاذ القانون الدولي ومكافحة المخدرات. كان في مساهمة الحقيقة مشكورة جداً من برنامج الاي ان ال بالسفارة الأمريكية. نتأمل أنه هالتدريب هيدا يحسن ويعلي مستوى الأداء عند عناصرنا. الحقيقة كان للدور الأمريكي أهمية كبرى، بحيث أنه ما اقتصر على فقط بناء أو ترميم المبنى مع التجهيز، كان في إعادة تدريب ومساعدة بموضوع تدريب العناصر والضباط بمعهد قوى الأمن وعلى مستوى قوى الأمن الداخلي. إذن لا يقف دعم الولايات المتحدة الأمريكية عند هذه الخطوة، وهي قامت قبل سنوات بتمويل القرية التدريبية النموذجية حيث جرت التدريبات، في تأكيد منها على أن هذه المنشآت تمثل استثماراً بملايين الدولارات لدعم الأجهزة الأمنية في لبنان من قبل الحكومة الأمريكية. من معهد قوى الأمن الداخلي، درجة غفري لبرنامج اليوم على الحرة، عرمون، جبل لبنان.